اهلا وسهلا، عدنا من جديد مشاهدينا الكرام. اسعد ان اكون مع دكتور عبد الله الشريف لمعرفه مفهوم الاجهاد، لانه بيختلف طبعا في المعنى وفي المفهوم من شخص لاخر. صباح الخير يا دكتور عبد الله. نور استاذ مجود، والتحيه لكم وتحيه للمشاهدين الاعزاء. الله يخليك يا رب. لما نزول يفضفض لزول ثاني ويقول لي انا مجهد نفسيا، بتاخذ مساحات كبيره جدا جوا الزول اللي بيستمع له يعني. وممكن اول سؤال يقول له ليه خير ان شاء الله، فيش انه مجهد للدرجه دي، لانه كلمه كبيره جدا. ويبدو انه اي شخص مجهد نفسيا معناه قدر انه يتحمل حاجات كثيره لدرجه انه وصل نفسه بنفسه ل الإجهاد النفسي. صحيح. في البداية خلينا نتكلم عن الإجهاد بصورة مبسطة يعني أو بسيطة للمستمع. الشعور بالإرهاق الحاد وعدم القدرة على التعامل مع الضغوط النفسية، ما هو الحياة دي الليلة كلها فيها ضغوط نفسية كثيرة جدا. لكن بعد ذلك تبقى رد الفعل أو رد فعل جسمنا لأي تغيرات بتحصل في الحياة. الحاجة دي بتتطلب من الجسم إنه يتكيف ويستجيب معاها أو يستجيب لها. والاستجابات دي قد تكون استجابات جسدية وقد تكون استجابة عقلية وقد تكون استجابة عاطفية. صحيح نحن نتعرض لضغوط كثيرة جدا في الحياة، لكن كمان لازم نفرق بين إنه في ضغوط نفسية بتسبب قلق، والقلق ده يكون قلق طبيعي. القلق الطبيعي هو بيحفزنا إن نحن بعد ذاك يكون عندنا دافع للإنجاز ونحقق كثير جدا من أهدافنا. لكن في نوع ثاني من الإجهاد هو الإجهاد السيء. والإجهاد السيء ده هو يمكن يكون التوتر والقلق اللي بيمنعنا إن إحنا نقوم بكثير جدا من حاجاتنا في الحياة اليومية. يبقى ده النوع الخطر اللي هو الإجهاد الحاد. وبيحتاج مننا إننا يعني يحتاج مننا لحاجات كثيرة جدا إحنا كيف نتعامل معه. طيب شنو بيوصل للإجهاد الحاد؟ في كثير جدا من الأسباب بتوصلنا للإجهاد الحاد. يعني خلينا نتكلم في البداية عن إجهاد العمل. عندنا ناس كثيرين جدا في الحياة دي بيشتغلوا عدد ساعات طويلة جدا. أيوة. العمل أكثر من 8 ساعات أو 10 ساعات دي بترهق جدا، هي حاجة مرهقة جدا بالنسبة لنا. وبالتالي بعد ذات العمل ذاته، إذا كان أنا بعمل ساعات طويلة جدا من العمل وبعد ذلك في بعض من الناس بيكون عندهم حتى بعد ذلك عمل إضافي. غير كذا نحن نتأكد إنه العمل الكثير إذا كانت الجزوة منه بعد ذلك أو العائد منه عائد ضعيف، ده بالمناسبة سبب أساسي من أسباب الإجهاد النفسي، سبب الإجهاد النفسي. في حاجة تاني اللي هي القلق، القلق المزمن. في ناس بتعرضوا لحالة من القلق بصورة مستمرة ومزمنة. عندها علاقة كبيرة جدا بانه الانسان يكون معرض عرضه مباشره للاجهاد. بالاضافه لذا خلينا نتكلم عن الامهات العاملات او الزوجه العامله بالمناسبه. ايوه. هي عندها اعباء منزليه كثيره جدا بتقوم بها في البيت او في المنزل. مجهده. بالاضافه لذا عندها واجبات كبيره جدا بتقوم بها في العمل. في نفس الوقت هي يمكن ما بتلقى التقدير المناسب، ما بتلقى الزول اللي بيقدر الحاجه دي، يقول لها عملت عمل كويس، قمت بواجباتك المنزليه وفي نفس الوقت قمت بالواجبات، لانه مساله التقدير دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا احنا، وهي تعتبر من اهم حاجات هرم ماسلو بالمناسبه. انك انت بقدر العطاء ده بتلقى زول بيقدر الحاجه دي او بيهتم بيك اكثر. الحاجات دي كلها قد تكون سبب من اسباب الاجهاد النفسي والاجهاد الذهني. نعم. طيب احنا عشان ما نقع فريسه للاجهاد النفسي، كيفيه التعامل مع الامور عموما، يعني بعيد حتى عن كلمه الضغوطات عشان ما نجذب ذات الضغوطات لنا، كيف احنا ممكن نتعامل مع الموضوع ده؟ صحيح. طبعا احنا عشان نتعامل مع مساله الاجهاد النفسي او الضغوط بصوره عامه، محتاجين اننا نخلق توازن بين حياتنا المهنيه والحاجات الاسريه والواجبات الاجتماعيه. ما هو الانسان دليله عنده حاجات في المهنه في العمل، الاسره برضه عندها متطلبات كثيره جدا، علاقاته الاجتماعيه عندها متطلبات وحتى المناسبات الاجتماعيه. بالاضافه لذا نفسنا ذاتها محتاجه لوقت انك ترتاح فيها، انك تاخذ اجازه عشان حاجاتك الشخصيه برضه. مساله انك انت توازن بين كل التفاصيل دي بين نفسك وبين الحياه الاسريه والاجتماعيه والمهنيه، دي حاجه ضروريه جدا ومهمه جدا في حياتك.
الحياة. نعم. ده كلام جميل. شكرا دكتور عبد الله، تحياتي وتقديري لك. يعطيكم العافية. الله يكرمك. ان شاء الله دائما تكونوا مفرفشين وسعداء يعني، وقادرين على الابتعاد عن شبح الاجهاد النفسي. نسمع ونعود من جديد.